المتصاعد أصلا بين البلدين. لمتابعة هذا الموضوع معنا من جنيف الدكتور رياض الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية. مرحبا دكتور رياض. السؤال الأبرز الآن في ظل هذه التصريحات اللافتة من الرئيس الجزائري عن أسباب كل هذا التصعيد، لماذا تصعد الجزائر بهذه الصورة في مواجهة المغرب الآن؟ وفي الحقيقة ثم نوعين من الأسباب، ثم الأسباب بعيدة المدى العميقة والأسباب المتراكمة المباشرة المؤخرة التي يمكن أن نقول أنها هي القطرة التي أفاضت الكأس بالنسبة لوجهة النظر الجزائرية. طبعا خليني بسرعة، يعني الأسباب بعيدة المدى، نذكر أنه حدثت حرب مع الرمال سنة 1963 بين الجزائر التي استقلت عام 1962 والمغرب، واتهمت الجزائر بأن المغرب قد يعني راها ضعيفة وخارجة من حرب طويلة ضد فرنسا، فأراد أن يضم الصحراء، أراد أن يضم أجزاء من الصحراء الجزائرية. ثم جاءت قضية الصحراء وحدثت معارك عسكرية، مقالة واحد ومقالة اثنين في منتصف السبعينات من القرن الماضي، وكانت وصلت أنذاك ذروة الصراع بين الرئيسين عواري بو مدين والملك الراحل حسن الثاني القمة. لما جاء الشاذلي بن جديد خفف كثيرا في الواقع، وحدث نوع من الصلح، التقى مع الحسن الثاني وشرب الحليب وأكل التمر وفتحت الحدود. 1994 تغلق الحدود من الجانب الجزائري، الحدود البرية تحدث، أغلقت الجزائر حدود برية لأنه حدثت عملية إرهابية في مراكش، المخابرات المغربية اتهمت المخابرات الجزائرية، ثم فرضت التأشيرة على الجزائريين فردت طيب. الجزائر. يا دكتور لو سمحت لي أعتذر أن أقاطعك، طبعا الخلفيات يعلمها كثيرون ومتراكمة عبر سنوات، لكن لماذا الآن وصلنا لهذا النقطة، لهذه النقطة من التصعيد؟ ما الذي حدث في الفترة القريبة الماضية؟ لهذا قسمت مجموعة أسباب كما نعمل دائما في العلوم السياسية، الأسباب البعيدة المدى والأسباب المباشرة. الأسباب المباشرة طبعا أهم سبب فيها هو قيام سفير المغرب في نيويورك لدى المنظمة المتحدة باتصال بسفراء آخرين وحثهم على دعم انفصال منطقة القبائل الجزائرية. ونعرف أنه في منطقة القبائل ثم حزب انفصالي اسمه الماك، يقوده فرحات مهني وهو يعيش في باريس وزار الكنيسة الإسرائيلي ولديه علاقة وثيقة مع المغرب. فإذا الماك اعتبرته السلطة الجزائرية تنظيما إرهابيا، هذا اعتبار يعني تنظيم إرهابيا. فإذا هذه النقطة التي أفاضت الكأس، كيف أفعل المغرب ذلك؟ ثم الجزائر تقول أنا أرسلت مذكرة استفسار، سألت الخارجية المغربية هل أن ما قام به سفيركم عمار هلال في نيويورك هي خطوة خاصة بعمل فردي أم يمثل الدولة المغربية؟ فرفضت الخارجية المغربية. طيب. لكن ما المغرب أيضا ترى في موقف الجزائر من الصحراء الغربية وجبهة البوليساريو مساسا دائما بالسيادة المغربية، هذا طبعا يعود إلى أسباب بعيدة المدى العميقة، لأن المنطقة مشكلة الصحراء من عام 75 البوليساريو تأسس في الواقع ضد إسبانيا، البوليساريو تأسس لمحاربة إسبانيا وإخراجها من الصحراء. دخل المغرب سنة 75 دخل عبر المسيرة الخضراء الملك الراحل حسن الثاني و300 ألف مغربي ودخلوا الصحراء. منذ ذلك الوقت انقسمت وجهات النظر. الجزائر تقول أن مسألة تصفية استعمار وأن ما حدث هو احتلال المغربي لحركة تحرر وطني. المغرب يقول لا، هذه خرائط تابعة لي، الصحراء تابعة لي تاريخيا وهي جزء دولتي التي فتتتها فرنسا وإسبانيا وأنا أستعيد أراضيه. كل يتدرس حول ما يعني المسألة في إطار التصعيد والتصعيد المتبادل على كل هذه الخلفيات اللي حضرتك شرحتها، لكن السؤال الآن وصول التوتر إلى هذه النقطة الحرجة كيف سينعكس على العلاقات بين البلدين وإلى أين قد يصل هذا التوتر؟ هو في الواقع المغرب حاول الملك محمد السادس أن يستلطف الأجواء وقام برسالة شهيرة في عيد العرش للرئيس عبد المجيد تبون والشعب الجزائري وقال غلق البرية لسنا مسؤولين عنها، لا أنا ولا أنت ولا الرئيس السابق، يعني يقصد بوتفليقة لأن حدثت سنة 94، فلنعد فتح حدودنا. لكن الجزائر رفضت، الجزائر تقول مثلا تم اختراق 6000 هاتف عن طريق بيكاسيوس البرنامج الإسرائيلي المغربي، تم اختراق 6000 هاتف، وهذه أيضا ضربة موجهة لنخبي وصحفية صحيح.
وغير وغيره. ما هنا ثم هنا النقطة يا دكتور، أن الأمور من سيء لأسوأ، حتى حين حاول المغرب احتواء الأمر لا زال الأمر على حاله من التوتر بل يزيد، فكثيرون يتساءلون ويخشون هل تصل الأمور إلى ما لا يحمد عقباه بين البلدين وتصل لحد مواجهة يعني لا نعلم مداها في المرحلة القادمة تعتقد؟ أحسن، هو حاليا تم غلق الحدود البرية طبعا من عام 94، لكن مؤخرا الجوية ضد المغرب، يعني الخطوط الجوية المغربية أو الطيران العسكري المغربي لا يحق له المرور فوق الأجواء الجزائرية، وقطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية، فقط العلاقات الإنسانية، فقط يعني الأسر والعائلات المتزوجة هنا وهناك. إذا نحن أمام قطيعة كاملة حسب ما فهمناه من مداخلة الرئيس حجاج التبون البارحة يوم الأحد، قال لن تصل الأمور إلى الحرب، ليس لن تكون هناك حرب من الجانب الجزائري، لكن إذا ما تم الاعتداء علينا فإننا سنرد بكل عنف. وكما تعلم ثم تسلح كبير جدا من الطرفين، الجزائر تتسلح من روسيا، المغرب كان يتسلح من فرنسا. صحيح، وهنا الخطورة، لكن هل دوليا يعني لا أود أن أقول إقليميا، لكن دوليا هل سيسمح بمثل هذه المواجهة أن يصل الأمر للصدام العسكري؟ طبعا دوليا ما المقصود؟ اذا مقصود تجار السلاح ومن يصنع السلاح يساعد ذلك، هي الحرب العراقيه الايرانيه ايام صدام حسين والخميني 8 سنوات اغنت شركات السلاح في العالم، يعني لن يمنعهم احد لا من أقصد يعني أمريكيا وأوروبيا، الدول النافذة التي لها مصالح في هذه المنطقة. انا حسب رايي مثل ما قال عبد المجيد تبون، لا يمكن ان تحدث الحرب من الجانب الجزائري، والجزائر تتسلح في الواقع سلاح نوعي، والمغرب ايضا لن يمكن، لا اعتقد انه سيقوم بمثل هذه الحرب، لانه حدثت في السابق اشتباكات، وحتى حرب الرمال 1963 أومجالا واحد وأومجالا اثنين في السبعينات هي اكثر بكثير اشتباكات حدوديه منها فعلا حرب حقيقيه، لانه لم تحشد فيها الجيوش بكل قواتها، ولم تم يقع فيها التعبئه والنفير الى اخره، يعني هي مناوشات حدوديه صح التعبير، واشتباكات حدوديه محدوده في الزمان والمكان. لهذا انا شخصيا استبعد الحرب فرضيه بعيده جدا، اما القطيعه فهي فعلا قطيعه شامله وكبيره، وخاصه من الجانب الجزائري، لانه دائما الجانب المغربي يحاول ان يلطف، يحاول ان يتودد، يحاول ان يجد صيغه ما، لانه متضرر ايضا اقتصاديا، لا ننسى ذلك، كانت المغرب تصدر لما كانت حدود مفتوحه للكثير من البضائع خاصه الفتحيه وغيرها الى الجزائر، وخاصه السياحه. اذا الوضع كما قلت وصل الى ذروته، لم تبقى الا الحرب واستخدام السلاح، لكن عاد نجي تبون البارحه يوم الاحد طمأن انا بانه من الجانب الجزائري على الاقل لن تشن الحرب، وقال تمام. عيني الحرب ونعرف معنى السلم وقيمه السلم. نعم. شكرا جزيلا لك دكتور رياض الصيداوي، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية. وهكذا بدأ لنا العالم هذا المساء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.